أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصلي بعد صلاة العصر ركعتين لأنه مهموم؟ لا، صلاة بعد العصر ما يصلى نافلة إلا ذوات الأسباب فيها خلاف، والهم ليس بسبب من الأسباب الشرعية. نعم، لكن يدعو يا أخي المهموم، يدعو، يدعو الله بتفريج كربته وتفريج همه. نعم، هو لازم صلاة، يدعو بدون صلاة. نعم.